أعزائي الصغار، إذن سنتطرق اليوم لدرس جديد في الصرف والتحويل، وهو بعنوان اسم الزمان والمكان. لكن لا بأس قبل الشروع في شرح الدرس الجديد أن نتذكر سويا أزمنة الفعل، حيث نعلم بأن للفعل أزمنة ثلاث، وهي زمن الماض، زمن المضارع، وزمن الماض. نعطي أمثلة عن ذلك. مثلا فعل كتب يكتب، خرج يخرج، رسم يرسم، وعد يعد، إلى غير ذلك من الأفعال. إذن ننطلق في شرح الدرس الجديد ونبدأ بنص الانطلاق. إذن تابعوا معي، سوف أقرأ النص. أحمد تلميذ يحب كرة القدم، ينتظره موعد مع زملائه في الملعب لمشاهدة مباراة فريقه المفضل. مع مطلع الشمس سمع خبر تأجيل المباراة بسبب خطر وباء المرض المستجد كوفيد-19 في العديد من الدول، والذي ينتقل من شخص لآخر، ما يحتم منع التجمعات. إذن ننطلق في الملاحظة. والاكتشاف. النشاط الأول. ثم دائما نذهب لفهم النص. إذن ماذا ينتظر أحمد؟ السؤال المطروح، ماذا ينتظر أحمد؟ إذن أحمد ينتظره موعد مع زملائه. أحمد ينتظره موعد مع زملائه. ثم متى سمع خبر تأجيل كرة أو المباراة؟ متى سمع موعد أو تأجيل مباراة؟ إذن مع مطلع الشمس. إذن سوف أضع خطا تحت هذه الكلمات في النص، موعد ثم مطلع. إذن نوع هذه الكلمات فهي أسماء. إذن اسم، نعم، ثم يحدد ماذا؟ زمن، زمن اللقاء، ثم مطلع. إذن موعد، هل هو موعد في المساء أم في الصباح أم في أي فترة بالضبط؟ ثم مطلع كذلك يحدد زمن سماع الخبر. إذن سوف نرى أو نستخرج ما هو الفعل الذي استخرج منه أو الذي صيغ منه هذا الاسم. فموعد فهو فعل وعد، ثم مطلع من فعل طلع. إذن من هنا، من خلال ملاحظتنا للاسمين، إذن نستنتج بأن موعد ومطلع فهو اسم زمان، فهو اسم زمان مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من الفعل. إذن سوف نكتب الاستنتاج الأول، اسم الزمان أول شيء فهو ما يؤخذ من الفعل. اسم الزمان هو ما يؤخذ من الفعل. لاحظ معي هنا اسم زمان، إذا يحدد موعد اللقاء، هل هو في الفترة الصباحية، في الفترة المسائية، الزوالية، إلى غير ذلك. ثم مطلع، طلوع الشمس، غروب الشمس، إلى غير ذلك. إذا يحدد زمن. إذا هنا نتمم القاعدة، اسم الزمان هو ما يؤخذ من الفعل للدلالة، عفوا، للدلالة على زمن الحدث. إذن نتمم. أين سيلتقي أحمد بزملائه؟ أين سيلتقي أحمد بزملائه؟ إذن سيلتقي أحمد
بزملائه في الملعب. إذا لاحظ معي، رغم أن الملعب فهي معرفة بأل، إذن فهو اسم مكان. إذن ملعب فهي اسم مكان يحدد مكان اللقاء، أي لقاء أحمد بزملائه. والفعل دائما هو فعل لعب. إذا نفس الشيء بالنسبة لاسم الفعل، أو عفوا اسم المكان، فوقلنا يؤخذ من الفعل، لدينا ملعب يؤخذ من فعل لاعب. إذا ما يؤخذ من الفعل للدلالة على ماذا قلنا؟ على مكان اللقاء، للدلالة على مكان وقوع الفعل أو الحدث، على مكان الحدث. إذا أعيد، اسم الزمان والمكان، إذا كتعريف، اسم الزمان والمكان هو ما يؤخذ من الفعل إما للدلالة على زمان أو مكان وقوع الفعل. ننتقل الآن إلى النشاط الثاني، إذا ونبدأ بكتابة بعض الجمل. مثلا نلعب في الملعب، الجملة الثانية توجد اللوحات في المرسم، ثم يحرث الفلاح المرعى. إذن نستخرج اسم الزمان أو المكان الموجودة في هذه الجمل. نبدأ بالجملة الأولى، نلعب في الملعب. إذن كما تطرقنا مسبقا هناك ملعب، إذن اسم الزمان أو المكان هو الملعب من فعل. إذن ملعب، لاحظوا معي، ملعب على وزن مفعل، ملعب على وزن مفعل. إذن على وزن مفعل، والفعل هو لعب مضارعه يلعب، يلعب على وزن يفعل. ثم توجد اللوحات في المرسم. إذن اسم الزمان والمكان موجودة في هذه الجملة هي أين توجد اللوحات؟ توجد في المرسم، دائما على وزن مفعل كما في المثال الأول. إذن دائما على هذا الوزن مفعل. نستخرج الفعل، رسم ومضارعه يرسم، إذن يلعب ويرسم على وزن يفعل. ثم يحرث الفلاح المرعى، ماذا يحرث الفلاح؟ المرعى. إذن هنا المرعى فهو، إذن كما الفعل، إذن نستخرج الفعل اللي هو فعل رعى، كما تلاحظون بأنه فعل ناقص بمعنى فعل معتل الآخر.
لكن دائما على نفس الوزن، مرعى على وزن مفعل. ودائما الأفعال كلها أفعال ثلاثية، لعب، رسم، ورعى، كلها أفعال ثلاثية. إذن بالنسبة لاسم الزمان والمكان يمكن أن يستخرج أو يصاغ من فعل ثلاثي. لحد الآن رأينا بأن اسم الزمان يستخرج من الفعل الثلاثي. إذن قاعدة، إذن اسم الزمان أو المكان يستخرج من فعل ثلاثي على أي وزن؟ رأينا لتو على وزن مفعل. مفعل متى؟ من فعل يفعل أو يفعل أو إذا كان معتل الآخر. إذن لدينا ثلاث حالات، إذن ثلاثي، إذن هنا على وزن مفعل متى، من يفعل أو من يفعل أو إذا كان الفعل معتل الآخر كما رأينا في المثال أو في الجملة الثالثة. إذا كان، سوف أكتب بخط مائل، إذا كان الفعل معتل الآخر. أعطي أمثلة عن ذلك. إذا يفعل، دائما نتطرق لنفس الأمثلة، يفعل، يلعب، يلعب. إذا قلنا يصاغ اسم الزمان أو المكان من فعل على وزن يفعل على وزن مفعل. إذا يفعل، يلعب، ملعب على وزن مفعل. ثم يفعل، مثال يرسم، يرسم على وزن مفعل كذلك. إذن مرسم مرسم. إذن مفعل، ملعب، مرسم. ثم في حالة إذا كان الفعل معتل الآخر مثل فعل رعى، رمى، إلى غير ذلك من الأفعال. إذن رعى، رعى، فهو معتل الآخر، إذن دائما على وزن مفعل بمعنى مرعى. على وزن مفعل. إذن هذا فيما يخص الفعل الثلاثي على وزن مفعل. بالنسبة إذا كان، إذا نأخذ جمل أخرى، مثلا عقمت الأم، مجلس الضيوف. جملة ثانية على سبيل المثال، وضع التلميذ أغراضه في موضعها. ثم جملة أخرى مثلا، إذا نكتفي بهذه الجمل في حين ننتقل إلى الغير ثلاثي. إذا عقمت الأم مجلس الضيوف. ماذا عقمت الأم؟ دائما اسم الزمان والمكان منه هو مجلس، ودائما الفعل هو فعل ثلاثي، جلس، جلس مجلس، لكن الآن ليس على نفس الوزن. لاحظوا معي، مجلس ليس على وزن مفعل بل على وزن مفعيل. إذا مجلس على وزن
مفعل. مفعل بكسر العين، مفعل. ثم وضع التلميذ أغراضه في موضعها، في موضع. إذن هنا قبل أن ننسى يجب علينا أن نحول الفعل إلى المضارع. جلس، يجلس، فهو على وزن يفعل. على وزن يفعل. ثم موضعها، أين وضع التلميذ أغراضه؟ في موضعها. موضع جاءت من فعل وضع. إذا كانت في الحالة الأولى مفعل هناك فعل ناقص، إذن المعتل الآخر، فإن مفعل هناك فعل مثال واوي وضع. إذن كذلك تساغ على وزن مفعل كمجلس. إذن مجلس وموضع. إذن قلنا الثلاثي يمكن أن يساغ على وزن مفعل كما يمكن أن يساغ على وزن مفعل. إذا لدينا حالتين، مفعل ومفعل. مفعل سبق وأن تطرقنا إليها، إذا سوف نتطرق الآن إلى مفعل، أو عفوا مفعل. مفعل إذا متى يساق؟ قلنا على وزن مفعل إذا كان الفعل على وزن يفعل. على وزن يفعل، أو إذا كان مثال فعل مثال واوي. مثال بمعنى يبدأ بحرف علة وبالضبط حرف الواو. إذا كان الفعل مثال مثال واوي، وهو كما الشأن بالنسبة لفعل وعد. إذا يفعل نأخذ على سبيل المثال كما رأينا في المثال، جلس، يجلس. فاسم الزمان أو المكان منه على وزن مفعل. مجلس، إذن مجلس مفعل، إذن مجلس. ثم إذا كان فعل مثال مثلا وضع أو وعد، موضع على وزن مفعل. إذن هذا فيما يخص إذا كان الفعل ثلاثي، إذا كان ثلاثي لدينا حالات. إذن لنرى الآن الجملة الأخيرة. الجملة الأخيرة نأخذ على سبيل المثال مثلا، ظهر اللاعبون في الوقت المنتظر. إذا ظهر اللاعبون في الوقت المنتظر، متى ظهر اللاعبون؟ إذا في الوقت المنتظر، هذا هو اسم الزمان، في أي ساعة ظهر اللاعبون. لكن لاحظ معي لو قمنا بجرد مثلا الفعل المنتظر فهو فعل انتظر. إذا هل هو فعل ثلاثي كما هو الشأن بالنسبة للأمثلة الأولى؟ إذا لا، فهو فعل غير ثلاثي. إذا كيف يصاغ اسم الزمان والمكان من الفعل غير الثلاثي؟ إذا يصاغ، إذا لاحظوا معي المنتظر ربما ستذكركم بشيء قمنا برؤيته مسبقا، وهو اسم المفعول. إذا اسم المفعول من فعل غير ثلاثي، إذا يصاغ على وزن مضارعه بإبدال ياء المضارعة بميم مضمومة وفتح ما قبل آخره، على عكس ما رأيناه في اسم الفاعل.
إذن لا يجب علينا أن لا نقوم بخلط اسم الفاعل واسم المفعول. اسم المفعول فتح ما قبل آخره، بينما اسم الفاعل كسر ما قبل آخره. إذن سوف نعيده إلى المضارع، سوف نحصل على ينتظر. قلنا القاعدة تقول على وزن، إذن يصاغ اسم المفعول على وزن مضارعه بإبدال. إبدال يجب أن نبدل ياء المضارعة بماذا؟ بميم مضمومة، وأؤكد ميم مضمومة، وماذا؟ وفتح ما قبل الآخر، الأخير هو حرف الراء، ما قبل الآخر هو منتظر. إذن في الوقت المنتظر. إذن القاعدة، إذا لدينا اسم الزمان والمكان من الفعل الثلاثي على وزن مفعل ومفعل، ومن غير الثلاثي على وزن اسم المفعول. وهنا دعوة لمراجعة درس اسم المفعول. ثم بعد ذلك، إذا هذا كل ما في الدرس، والآن سننتقل إلى فقرة أخرى اللي هي إذن بعد الاكتشاف والملاحظة، والملاحظة والاكتشاف ثم البناء، سننتقل إلى التطبيق. إذن كما قلنا سلفا، إذن ننتقل إلى تطبيق ما رأيناه في القاعدة. السؤال هو إيتي باسم الزمان أو اسم المكان من الأفعال الآتية. لدينا مجموعة من الأفعال، منها ما هو ثلاثي ومنها ما هو غير ثلاثي. شرب، رمى، وسم، نظر، استهل، ثم مضارعه، ثم بعد ذلك نبحث عن اسم الزمان والمكان منه، وذلك ارتباطا دائما بالقاعدة. إذن شرب مضارعه، إذن يشرب على وزن يفعل. إذن قلنا إذا كان على وزن يفعل فإن اسم الزمان والمكان منه على وزن مفعل. إذن شرب مشرب. ثم رمى يرمي إذن هنا نلاحظ أنه فعل ثلاثي ناقص، بمعنى الحالة إذا كان الفعل معتل الآخر يساغ على وزن كذلك مفعل. إذن مرمى على وزن مفعل. ثم وسم، عفوا، يسم، وهنا كما نلاحظ بأنه فعل مثال واوي، والفعل المثال الواوي إذا كان فعل مثال واوي وضع يساغ على وزن مفعل بمعنى موسم. على وزن مفعل. ثم نظر كذلك فعل ثلاثي، نعيد إلى المضارع ينظر. على أي وزن؟ إذا نعود دائما إلى القاعدة وبارتباط مع القاعدة، ينظر على وزن يفعل. إذا كان على وزن يفعل فهو على وزن مفعل بمعنى منظر. على وزن مفعل. ثم في الأخير لدينا فعل غير ثلاثي. قلنا الفعل غير ثلاثي يصاغ على وزن اسم مفعول، نعيده إلى المضارع. استهل، يستهل، إبدال ياء المضارعة بميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر. إبدال ياء المضارعة بميم مضمومة، ميم مس، عفوا، مستهل، ميم مضمومة وفتح ما قبل آخره لكي لا نقع في خلط بين اسم الفاعل واسم المفعول. إذن إلى هنا أعزائي الصغار نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس، ونضرب لكم موعدا آخر مع درس جديد.